لا لا، هو ما يجري الآن هو استمرار لحالة التناقض والانقسام في داخل المجتمع الإسرائيلي، وقد تشكل هذه يعني المظاهر والتظاهرات شكل من أشكال الضغط، بل تعزيز حالة الانقسام في الحكومة الإسرائيلية نفسها، على اعتبار أن برنامج اليمين السياسي والأيديولوجي يشكل بالضرورة لقيم الديمقراطية في إسرائيل، ومفهوم يعني يهودية الدولة يؤكد بالضرورة هذه القيم يعني التي تتناقض مع مفهوم ليبرالية وديمقراطية الدولة. إضافة لذلك، مشروع اليمين الإسرائيلي والحكومة الإسرائيلية هو هيمنة اليمين على مفاصل النظام السياسي في إسرائيل، وبالتالي ما تبقى من هذا النظام يعني عمليا هو ذلك النظام القضائي والجيش، هم يسيطرون على الحكومة، على السلطة التنفيذية وعلى الكنيست أي البرلمان، ولكن يبقى موضوع حسم الموضوع على الجيش والقضاء هو تلك المعركة التي يخوضها اليمين المتطرف في إسرائيل مع قوى اليسار والمعارضة، وبالتالي استمرار المظاهرة دليل على خطورة مشروع اليمين، ولكن هذا كله عمليا إضافة لمجمل التحديات والظروف الموضوعية التي يعيشها هذا الكيان، نعم قد يشكل ذلك ضغطا جديا على هذه الحكومة بكل سواء كان المرتبط يعني علاقة مع أو بالتعديلات القضائية. نعم سيد أشرف، التخلي عن بند الاستثناء في خطة الإصلاح القضائي من قبل نتنياهو الذي يتيح للبرلمان إلغاء قرارات المحكمة العليا بالتصويت بأغلبية بسيطة، هل يعتبر تنازلا من الحكومة أم مجرد تلاعب مع الشارع والمعارضة برأيك؟ هو تلاعب، لأن نتنياهو معروف عنه مراوغ ويكذب بالضرورة، ويستطيع أن يكون شخص سياسي ديماغوجي للرأي العام الإسرائيلي. إضافة لذلك يعني ضعف يعني في إعلام المعارضة بالضرورة على فضح كل ما يحتويه برنامج التعديلات القضائية، ليس فقط موضوع الاستثناء وإعطاء يعني بالأغلبية البسيطة، هناك قضايا جوهرية لها علاقة بطبيعة النظام السياسي، علاقة الدين بالدولة، تعريف من هو اليهودي، ما يفتح المجال صراعا واسعا في داخل المجتمع الإسرائيلي، ما يعزز مفهوم العنصرية والمجتمع ذو الطبقات المتعددة والمواطنين بدرجات مختلفة، هذا هو ما يشكل بالضرورة ذلك الصراع الجدي والحقيقي، وبالتالي يجب إبقاء مرتكزات النظام السياسي الإسرائيلي من وجهة نظر المعارضة كما هي وكما كانت عليه، لأن أي تعدي هو فقط يخدم برنامج اليمين ونتنياهو شخصيا. نعم، هل سيتجاهل الكنيست ما يجري على الأرض ويقر التعديلات القضائية أم سيأخذ بالحسبان احتمالية انزلاق الأمور إلى الأسوأ؟ يعني كل الاحتمالات واردة، على اعتبار أن الكنيست إلي ما زال عمليا اليمين يهيمن ويمتلك الأغلبية، ولكن يعني قدرة المعارضة على إقناع بعض يعني أعضاء الليكود أو بعض أطراف اليمين بعدم الانخراط في هذه المعركة وفي هذه القضية، لأن ذلك سيفرز بالضرورة تحديات جدية على داخل المجتمع الإسرائيلي وعلى يعني وعلى الوضع الأمني في إسرائيل. أضف إلى هناك معركة ضد الفلسطينيين في 48، وهناك تشريع عمليا لإعطاء بن غفير صلاحيات واسعة في استخدام يعني الاعتقال الإداري لأهلنا في 48 أو أي الفلسطينيين الذين يعيشون في داخل إسرائيل. نعم. وهذا عملية وصفة بالضرورة لضرب مرتكزات النظام السياسي والديمقراطي في إسرائيل، وهذا عملية أنا بتقديري لن تقبل به المعارضة، وإن استطاع يعني الليكود أو اليمين المتطرف في إسرائيل من خلال امتلاك الأغلبية تمرير أي من القوانين أو التشريعات، ولكن هذا ضرورة إلى مزيدا من المظاهرات وقد يدفع إلى العنف بهذا. نعم، وضحت الفكرة، أشكرك جزيل الشكر السيد أشرف عكا، محلل سياسي وباحث في العلاقات الدولية، كنت معنا من رام الله، شكرا لك على هذه المداخلة.